محافظة الشرقية وتحديدا مركز فاقوس قرية الديدمون. هتقابله دلوقتي عم عبد الرحيم سليم، راجل عمره 80 سنة وهب حياته للخير والعطاء وبيعشق بلده. عمل مشروعات خيرية تكلفتها أكتر من 150 مليون جنيه والتمويل القطري. استنوا قبل ما نحكم عليه، تعالوا نسمعه. حكاية الراجل ده غريبة شوية. هو ابن قرية الديدمون بمركز فاقوس في الشرقية، وبقى رمز للعطاء والحب والعشق لبلده والوطنه مصر. اسمه عبد الرحيم حسين علي سليم، مدرس لغة عربية، فصيح، لا ده عاشق للغة العربية وأديب وشاعر ومثقف. عمره أكتر من 80 سنة وحالته الصحية مش ولا بد. فقرات ظهره جالها فيها ألم شديد، والدكاترة شالوا 4 فقرات مرة واحدة وغيروها. ورغم كده كل المشروعات الخيرية اللي بيعملها لازم يشرف عليها بنفسه، حتى لو هيجيبوه متشال، لأن كل قرش أمانة في رقبته. طيب إيه مشروعاته؟ مدارس ومعاهد أزهرية وكليات ومستشفيات وجوامع، سواء في الديدمون أو براها. طب بيجيب تمويل منين؟ باختصار من قطر. استنوا بس، قبل ما تتسرعوا في الحكم عليه أو توجيه أي اتهام ليه، اسمعوا. ولدت على أرض الديدمون وتعلمت في مدارسها، ثم انتقلت إلى مركز فاقوس، مدينة فاقوس، وتعلمت في مدارسها، وظللت في التعليم إلى أن تخرجت وعملت معلم، وطلبت احتياط في الجيش، وسافرت إلى اليمن بالمشاركة في مساندة الثورة اليمنية سنة 1962، وبعد قضاء 28 شهر في اليمن رجعت، وكانت المفاجأة، الديدامون من أقصاها إلى أقصاها أتت إلى منزلنا لتهنئني بسلامة العودة، فكنت أبكي وأقول في نفسي: هل الديدامون تحب أبناءها بهذا الشكل؟ والله لو أعطاني ربي لأرد الجميل لهؤلاء الناس الطيبين. وشاءت الأقدار أن ذهبت بعثة إلى دولة قطر، وكانت مدة الخدمة التي قضيتها في التعليم 20 سنة ب20 امتياز. وصلت إلى قطر في 14/79، يوم 17 بعد 3 أيام طلبني وكيل أول وزارة وقال لي: تقاريرك أرغمتنا على أن تكون معلما في مدرسة الأشراف. أخلصت في عملي، وهذه هي طبيعتي والحمد لله، فنقلت طلاب عني إلى آبائهم وأسرهم: جاءنا معلم مخلص في عمله اسمه كذا. وطلب مني أحد الأشراف أن أساعد أولاده درس خصوصي، فلبيت الدعوة، ولما مر شهر أراد أن يكافئني فرفضت المكافأة حياء. قال: طيب سوف أعرض عليك أمر ما، لك أن تقبل ولك أن ترفض. أنا بأترأس مؤسسة خيرية، دور المؤسسة الخيرية، هذا يريد بناء مسجد يعطيني أموال، هذا يريد بناء مدرسة يعطيني، هذا يريد بناء مستشفى يعطيني، فأنت صرت عندي أهل ثقة، فأطلب تجد لأهلك لبلدك. فقلت له الديدمون. فأنا قلت له: والله أنا أطلب
مسجد يكون بجوار المدافن يصلوا فيه على الأموات وصلوا فيه الفروض. فقال لك هذا وتم مشروع المسجد وافتتحناه سعادة المحافظ وسعادة الوزير والدنيا فتحوا المسجد. وبعد افتتاح المسجد تبقى معي مبلغ 7000 جنيه. قلت لرئيس المؤسسة الشيخ باقي معي 7000 جنيه. قال لي تبغي ايه مشروع تاني لأهلك؟ قلت بلدنا محتاجة لمعهد ديني ابتدائي، مش عندنا معهد ديني أزهري، ابتدائي. فقال لك هذا وحرر لي شيك وأطلب تجد إلى أن ينتهي. وانتهى المعهد، تم تشغيل المعهد، ورئيس المؤسسة قال لي تبغي ايه تاني؟ قلت ابغي معهد اعدادي بنين. كنت بتنزل هنا الديدامون تشوف محتاجة ايه وتروح تقول له؟ اما دي ما انا بنزل كل 3 شهور بس. فاعطاني ببناء المعهد الاعدادي، ثم الثانوي، ثم الكلية. فجملة المساجد اللي انا بنيتها 6 مساجد داخل الديدامون و4 خارج الديدامون. و6 معاهد ابتدائي واعدادي وثانوي وبنين وبنات. بعد انتهاء من مرحلة المعاهد الأزهرية بدأت افكر في التعليم العام. فبنيت مدرسة هند الثانوية للبنات، ثم مدرسة اللغات. اللغات في قرية؟ ايوه، دي مباني كبيرة 40 حجرة دراسية. لانه هو الرجل بيقول ايه؟ اطلب تجد، بدون ما فيش، ترك محاسبتي على الله. سلام الله. توفي الشيخ عبد الله، وآلت المؤسسة الى اعضاء مؤسسين، عطلوا المسيرة شوية. فوجدت العوض في ايه بقى؟ في ابنائي اللي انا درسته في هذه الدولة. ابنائي اللي انا درستهم عرفوا بموضوع التوقف، فكانوا يعطوني تبرعات لاستكمال المسيرة. لاستكمال المسيرة، الحمد لله رب العالمين. طب هسألك سؤال بشكل واضح. انت عارف ان في خلافات ما بين مصر وقطر، خلافات حادة كمان. دي بعيدة خالص. دي بعيدة، ابنائي بعيد عن الاسرة الحاكمة وبعيد عن خلافات قطر وبعيد عن قطر. ابنائك من الشعب القطري؟ علاقة. علاقات بينه وبينه. الشعوب ليس لها علاقة باي خلافات سياسية؟ لا 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 لا، ده علاقات بينه وبينه. كنت رايح على 4 سنوات، مسكوا فيا خلوني اقعد 37 سنة ولا 35 سنة. بإيه؟ بالإخلاص. بعد ما انتهت إعارتي راح السفير القطري للدكتور عصمت عبد المجيد، قال له الدولة بتستأذنك في أن يستمر معنا المعلم ده. السفير شخصيا؟ لا، السفير لوزير الخارجية شخصيا. لوزير الخارجية اللي كان نائب رئيس وزراء. خلاص. فقال مكافأة له يسمح له بالاستمرارية. حاج عبد الرحيم، واجهت اي مضايقات بسبب ان الفلوس بتيجي من قطر؟ ابدا ابدا، لان المشروع الذي اتمه اسلمه للدولة. هي اللي تفرش وهي اللي تجيب المدرسين والدكاترة، هي اللي تتولى العمل فيه، واللي هي كان انا قدد بمعدل كل سنة وربع مشروع، سواء مسجد او معهد او مدرسة، كل سنة وربع مشروع. النائبة نسيلة ابو العمر اول ما دخلت علينا في المعهد العالي للتمريض بقرية الديدامون، لقيت كل رجالة هبت وقفة، وعلى فكرة خاضت معركة شرسة جدا عشان تفوز بالمقعد البرلماني، وقهرت 29 راجل، ومن يومها ما بتونش. خدمات ومشروعات وطريق دائري الفقوس وتحويل نقاط الشرطة لمراكز وتوصيل الصرف الصحي لأكبر 25 قرية بكفرها. وكمان ساعدت الحاج عبد الرحيم سليم في خروج كلية الفنون التطبيقية والمعهد العالي للتمريض والمركز الطبي الضخم لجامعة الزقازيق للنور،
وكل ده في دادامون. اولا برحب بيكم في مركز فاقوس وعلى ارض الدادامون، على ارض المشروعات اللي يعتبر قرية الدادامون هي اول قرية اتعمل فيها كلية دراسات اسلامية بمجهودات الحاج عبد الرحيم. انا بعتبر الرجل ده معلم، اب، اخ، انسان. انا جيت له لحد عنده عشان اقول له انت عملت في المباني دي ايه؟ قال لي ولا حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي بجد ولا حاجة. طب الحكومة فين؟ قال لي مش عارف. عمال اعلي صوتي وانادي محدش سامعني. قلت له طيب تديني الشرف ده ان انا اساعدك. قال لي ياه انا لي عظيم الشرف. قلت له انا عايزه طلب بايدك انت اللي تكتبه. هتكتبه 3 مرات، هتكتبه باسم رئيس الوزراء، هتكتبه باسم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، هتكتبه باسم وزير التعليم العالي. وصورت انا بنفسي المباني دي، رحت المبنى المستشفى وجيت مبنى كلية الطب ودخلت المدرجات وشفت المعامل وشفت كل حتة فيه. طلعت على مجلس الوزراء أول حاجة حاولت إن أنا أقابل معالي الوزير رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورحت فعلا قابلته. قلت له يا فندم اتفرج على المباني دي بتكلفة 50 مليون جنيه، راجل متبرع عندنا هو اللي قايم بالدور ده، هو اللي قال لي يعني المباني ده عندكم؟ قال لي عندنا والله. وعارف فيها ايه؟ فرض ما هو شيء لا يعقل، مباني بالحجم ده في قرية، في قرية. طبعا انا اكتشفت بقى لما مشيت في المشوار ان في ناس بتحاول تعرقل المشوار. ليه؟ يمكن عشان خارج المدينة مش في المدينة نفسها، في قالوا يمكن عشان فلوس قطرية. انا كلمت رئيس الوزراء وكان كلم وزير التعليم العالي معالي الوزير خالد، قال له النائبة نسالة بالعمر هتجيلك ومعاها ملف، ادرس لي الملف ده ونزل لي لجنة بكرة الصبح تشوف المباني دي فين. وفعلا لقيت الحمد لله مساندة من كل المسؤولين وكل الجهات المعنية بهذا المشروع العظيم لأنه ظهر في النور. احنا منتظرين طبعا، انا عرفت ان في قرار جمهوري لازم يطلع بتشغيله، فاحنا خلال اسبوع بالظبط كلام من الدكتور خالد عبد الباري رئيس الجامعة بمحافظة الشرقية وعدني في خلال اسبوع هتتسلم جميع المباني، هتتسلم المستشفى وهيتسلم الكلية لعميد الكلية الجديد ان شاء الله، وفي بداية الدراسة السنة الجاية ان شاء الله هتبدأ الكلية والمعهد والمستشفى. خلينا نتكلم بقى على مشاكل الناس في الدادمون. الصرف الصحي واقف ليه؟ اقول لحضرتك احنا عندنا 5 قرى بدأوا فيهم مشروع الصرف الصحي تقريبا من 4 سنين، وانتهوا فعلا الصرف الصحي وبدأوا يسلموا فيها من 1.5 سنة او من 2 سنين. بس للأسف لما بدأوا يعملوا المشروع ما فكروش القرى دي هتنزل فين. اكتشفوا بعد كده بعد ما خلصوا الصرف الصحي في 5 قرى اكتشفوا ان محطة المعالجة لا تسع 5 قرى اللي خلصوا فيها المشروع والمفروض يتسلم ويشتغل من 2 سنين، فوقف المشروع بالتالي في 5 قرى ومن ضمنهم قرية الدادمون. والحل؟ الحل هو بدأ في توسعات حاليا وتسلم فعلا محطة المعالجة للمخابرات العامة وهيشتغلوا فيها ان شاء الله في شهر 2 هيكونوا بادئين العمل فيها، توسعات محطة المعالجة لخدمة 5 قرى اللي فعلا تم فيهم مشروع الصرف الصحي نهائيا. نموذج الحاج عبد الرحيم سليم مبهر فعلا، والراجل بجد يستحق جائزة الدولة التشجيعية كأفضل معلم لغة عربية وكرجل البر الأول في مصر، وكفاية ان مشروعاته عدت تكلفتها 150 مليون جنيه. تعالوا بقى نسمع شعر مهم جدا من عم عبد الرحيم سليم وانتوا احكموا. تعالوا شباب مصر للعمل والبناء، هيا حتى نصل الى العلياء، اسرعوا بالجد والتفاني للبذل والعطاء، فالعمل هو السبيل الى النماء، اذا اردتم تحقيق الامل والرجاء فعليكم ان تكونوا مثالا للوفاء، الوفاء لمصر يرفعها الى السماء، فسيروا خلف السيسي من اجل البقاء،
يا رب ارفع عنا سوء البلاء حتى نعيش ناجين من الشقاء. السعادة تأتي بالجد والعمل والعناء للقضاء على الإرهاب في سيناء. ضاعفوا الجهد من أجل الأبناء، لا تتوقفوا أبدا عن البناء. إذا أخلصتم يضاعف الله العطاء، وعطاء الله يحتاج إلى حسن الأداء. بجهودكم ترتدي مصر ثوب البهاء، تزهو تفرح ترقى تكيد الأعداء. أحب أم الديدامون حبي للسويداء، إنني لمصر شديد الحب والولاء. انتبهوا كونوا واعين بعيدا عن الغوغاء، فالوطن يحتاج إلى الواعين النجباء. ما أجمل أن نتنفس فيه أنقى الهواء، حتى تمتلئ نفوسنا بالهناءة والصفاء. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان في مشروع نهر الخير الزراعي بصحراء المنيا، والذي تتجاوز مساحته 4000 فدان، ويعمل به المئات من المزارعين في أعمال الاستصلاح والاستزراع والإنتاج الحيواني، وأشهروا شركة مساهمة لتقنين أوضاعهم مع الدولة بأسعار عادلة للأراضي.